مع السلامة بشير. دعي لي جميلة. شو؟ ولي عمي أبو حسان؟ شو عم تساوي هون ولا؟ أهلين عمي أبو حسان. هيك أهلك ربوك؟ على قلت الأدب قلت الحياة؟ والله يا عمي أبو حسان. ولا؟ نحن أهلنا علمونا وربونا وتندق أبواب الناس نعطي ظهرنا لأصحاب البيت، وعلمونا نخاف على حريم الجيران قبل ما نخاف على حريمنا. وين أبوك ما رباك هيك ولا؟ والله يا عمي بتروح بتقول له لأبوك أدبني وربيني، فهمت؟ وخبز ما حتبدأ معنكم. طيب ورشدك إذا تشوفه هون بكسره. روح يا لعنك، لا فيك شرف ولا فيك ناموس. شان الله تبيني هذا مو شان الله تلاك ولا يا أبي لك يا ابو طه خلصونا، شو صار كل يوم؟ ابو عصام العمى ليش ما رد علي؟ شبو؟ لما قلت لك ديري بالك ما سمعتيني. هي ابوكي شافك عم تحاكي، وان شاء الله تكون قتلتك انقضت وما يشوفك اخوكي مع تزوين قرك قتله ثانيه. قولي على قامتي. اي كان لازم تعملي حساب سمعتك، ومو بس سمعتك، هي سمعت العائله كلها. قعدتني اياكي شو حماره. بس بشير قصده شريف، والله قصده شريف. لو شريف كان بعت امه وابوه يحكوا فيكي. حاله امك هي اللي اخرته والله. يا أختي أنا معك وبعرف إنه بشير قصده شريف، بس الناس ما بتعرف. يعني إذا حدا شافك واقفة معه عند الباب شو بدهم يقولوا؟ أكيد رح يقولوا شي صار وشي ما صار، ورح يفلت لسانهم عليكي، وما رح يقولوا بده يخطبها. لا ما رح يقولوا، ورح يحكوا عليكي وينشروا عرضنا. يا أختي الناس ما بترحم، والله اللي فينا مكفينا. يلا قومي روحي لعنده. ما بدي، والله خايفة. يا دلال عجبك هي نادالي؟ دلال اي ابي يلا جاية. لا ابي ما بدي اشوف خلقتها بنوب. الله يوفقك يا ابي، والله ندمانة. لك ابي انا من امتى بعيد الحكي؟ خلصنا بقى. امرك يا ابي. روحي يا بلال ارضى عليك، روحي حطيني عشان انا واخواتك. يلا على عيني. اي والله اي اختي حطيني عشان مخور من جوا، حسيت من طولي على راسي. مساء الخير يا ابي. مساء الخير. مساء النور. طلعي لبرا. شبه يا بي شو عاملة؟ زعلان من أبي. ليش شو مساوية؟ شغلي. وليه جميلة؟ عود بدي أفهم شو مساوية يا بي. مو على البابور الأخرس وكسرت له رأسه أبي. كسرتي رأس البابور وليه؟ كسرتي رأسه؟ والله ما عتعيدة يا أبي. هات إيدك لبوسة، هات رجلك لبوسة. روحي اطلعي لبرا هلا، خرجي.
يا بي والله مو محرزة تقلعنا على السفرة لأنه كسر طاسة بابو. لا بي محرزة 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 خليت تعلم دير بالها منيح. بكره ببيت جوزها إذا كسرت لها شي شغلة ولا شي واعة شو بدو يقولوا عليها العالم؟ شو بدهم يقولوا؟ لا علمناها ولا ربيناها جاي لعنا هيك بدون تعليم لك أبي. والله مظبوط. والله ما تعيدها لأكسر لها إيدها، فهميها هالشي. كول يا أبي كول. لك بتستاهلي أكثر من هيك، أنا كم مرة قلت لك أضحك حدا يشوفك وبلالك يا هالوقفة على باب السقاف. وينك يا أمي؟ وينك يا أمي؟ أي والله ما تدري أمي لك، أنا تنتفت لك شعرك تنتي. ليش أنا شو هالعيب اللي عملته؟ لك سدي حلقك سدي حلقك وحمدي الله إنه أخوك معتز ما فهم ليش أبوك قلع عليك. قولي إيه لك أخوك معتز ما عنده غير الشخط على البلوعة. أوضاع بشير بهاليومين مو عاجبتني. شو بقى ابن عمي؟ ما بعرف، حاسس انه مخبي علي شيء. مثل شو؟ ما بعرف، ما عم بيحكي، قلبي عم بيقول عامل شغلة مو تمام. يا لطيف، كل ما أسأله بيتهرب مني. شو بده يكون يعني؟ بلكي عم بيفكر بعروسته ابن عمي. ليش نحن خطبنا له أهل حتى نقول عنه عروسته؟ يعني بلكي عم بيفكر فيها. بجوز بجوز. الله حيو أبو عصام. يعطيك العافية، ولك هاي عملة بتعملها، ولك هيك بتساوي يا قليل الناموس، ولك معقول أنا هيك ربيتك؟ الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية. يا حوينة التربية فيك، ولك ما عاد تقدر تصبر لحتى أخطب لك. يا سواد وشي منك يا أبو عصام، يا سواد وشي منك يا أبو عصام. روح من الشولة، روح. عم بقول ليش ما عم بيحاكيني يا ابو عصام؟ يا خجلتي منك، يا خجلتي منك يا ابو عصام. أنا هون هون أنا ابن عمي. يا أبي هدى فوتي على أوضتك. حاضر يا أبي. عجبك شو سوى ابنك بشير؟ شو سوى؟ أبو عصام ضبطه على باب بيته وعم بيحاكي المستورة بنته. يي اتقطع أنا على هالفصل. يا سواد وشي منك يا أبو عصام. روح ابن عمي اعتذر منه. شو بدي أقول له؟ شو بدي أقول له؟ لا تواخذنا على عملة ابننا بشير مع المحروسة بنتك. يا عيب الشوم علينا، ولك لحنا اللي ما عرفنا نربيه، لحنا. كمان أنت الحق عليك ابن عمي. أنا الحق عليه بشو؟ يعني طولنا كتير لهلأ ما خطبنا له إياها. ولك ما بتعرفي شو صار بالحارة من مشاكل؟ لك يا رجال شو دخل مشاكل الحارة بجوازة ابنك؟ هلأ كل المشاكل اللي صارت بالحارة ما لقيمة عندك ولا بس بدك دافع عنه؟ لا والله يا رجال مو هيك قصدي. شو قصدك يعني؟ إنه أنا المذنب وابنك بشير ما دخله؟ روق ابن عمي روق. وشو سويت مع بشير؟ ما سويت معه شيء، ما حبيت هينه قدام شغيلة الفرن، بس دباره عندي لما يرجع على البيت، أنا بعرف دبره. الله يصلحك يا بشير على العملة.